خلينا نستعرض مع بعض الماتيريال بتاعنا لهدف واحد. يعني ايه هو؟ بنعمل اكلات، بنعمل سفره، بنعمل غدا، بنعمل عشاء. انا عايزك تفتح الثلاجه تشوف ايه الحاجات اللي عندك قبل ما تاخدي بعضك وتدور عربيتك او تنزلي تشتري حاجه على رجلك في العربيه ايا كان، يعني علشان مش توفري، عشان ما يبقاش في تبذير. الاول شوف الثلاجه فيها ايه، وبعدين اعملي تليفون لجوزك هات وهات 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 وهكذا. معانا شويه رز، كوبايتين رز غسلناهم مره اتنين تلاته وصفناهم من الميه، ومعانا لحمه مفرومه من المقادير تقريبا كيلو، البهارات اللي موجوده في مطبخك، البصل والثوم ده ما بيخلاش، معانا طبعا شويه كمان عجينه السمبوسه ودي موجوده في اي سوبر ماركت، الموز عندنا بنشتريه بيقعد لغايه لما يسود محدش بياكله. حلو الكلام؟ هبدا باول حاجه، كفته مشويه بالطحينه، المقادير على الشاشه. لحم مفروم، طحينه، ده اساسي، ده العنوان. لحم مفروم، دي مقادير الكفته المشويه بالطحينه يا شباب. لحم مفروم وطحينه. هريسه حلوه، اللي هي الهريسه الحمراء الفلفله الحلوه يعني. معانا من البهارات ملح وفلفل وبابريكا وبصل وتوم. وخلص الكلام. معلتين دبس الرمان، ده اختياري، انا بجود بقى. عندك دبس الرمان هيبقى حلو، ما عندكش دبس الرمان مفيش اي مشكله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه بتفاصيلها على شاشه القناه الاولى بتتكلم مصر. لحم مفروم ومعانا البهارات ومعانا الطحينه بتاعتنا الجميله. اول حاجه هاخدها اللحمه المفرومه. زي ما انت عايز، ضاني او كندوز تفرقش. حبيناها ضاني زي الفل، كندوز مفيش مشكله، بس خلوا نسبه الدهون تقريبا فيها ما بين 20 ل 30%، ما تكونش دسمه قوي يعني. حلو الكلام. بنحط البهارات بتاعتنا، معانا شوية بابريكا، شوية كمون، الملح بتاعنا في اللطافة كده، فلفل اسود. حلو قوي، مفيش جديد هنا يا شيخ، احنا بنتبل اللحمة عادي كده. بصلة مفرومة ناعم، انا مش هتخش الكبة دي، ده انا هقلبها على ايدي. معانا توم مفروم ناعم، بلاش التوم الباودر والبصل الباودر، خليكي في الحاجه الطازه. شويه بقدونس مفرومين حلو، غسلنا البقدونس زي ما هو سليم وفرمناه، تسلم ايدك يا عم الشيف. معلقه هريسه حمرا حلوه، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده. من الطحينه معلقه، خلي بالكم معايا، معلقه طحينه كده في قلب الخلطه، ونحتفظ بالباقي عشان لنا كلام معاه تاني بعدين. حلو قوي. معانا من الدقيق بناخد معلقتين، اللهم صل على النبي، ادي واحده، معلقه هرميه يعني، وادي التانيه، ونخليه على جنب كده لنا كلام معاه. حلو الكلام. تعالوا مع بعض، كل ده بنعجنه بايدينا. تاني عملت ايه يا شيف وحطيت اللي ما خدش باله من الاول؟ احنا ميعاد البرنامج بتاعنا الساعه 1 كل يوم على شاشه القناه الاولى، اعاده خميس وجمعه. حطيت بصل ناعمه، توم ناعم، معلقتين دي حطيتهم في الاخر، حطيت هريسه حلوه، اللهم صل على النبي، حطيت معلقه طحينه في قلب اللحمه، تركات المغازي، الخبره الطهويه انا بتتكلم مصري، كل ده مع بعضه، وبهاراتنا ملح وفلفل. عايزه تحط حبهان في المطبخ العربي الجميل ماشي، اللي هو الهيل، زي ما انت عايز. اصبحت العجينه عندي قوامها بالشكل ده كده، فيها طعم البقدونس بالشكل ده كده اهو، واقلبها كويس، اخدم عليها يعني. حلو الكلام، زي الفل يا عم الشيف، زي ما هي كده بخليها كده، واجيب كسروله او طبق يعني، ونحط فيه معلقتين دي، اللهم صل على النبي، معلقتين دي، واحد اتنين بيكفوا، واحط على معلقتين الدي دول يا شيف شويه بهارات من البابريكا من الكركم بالشكل ده كده يعني، اطعم الدقيق يعني، لان الدقيق ده هيبقى تغليفه توبنج يعني للحمه المفرومه او للكفته. شويه زعتر حلوين كده،
وفلفل اسود وفطريه حلوه قوي. نقلب الدقيق بالشكل ده كده ونمسك الكفته معانا بالشكل ده كده ونحطها في الدقيق ده كده. تاني انا بعمل كفته مشويه بصلصه الطحينه بالشكل ده كده ودايما تكوني حريصه في ان تكون المقادير او وانت بتقرصي الكفته قد بعضها. ادي الكفته بتاعتي جاهزه زي الفل زي ما هي كده يا عم الشيف، وعندي طاسه شديده الحراره على النار بالشكل. اشيل دي من هنا عشان مخرجنا الجميل مش عايزها. حلو. واحط في الطاسه دي شويه زيت زيتون مع مكعب من الزبده، اللحمه المفرومه اهيت بالشكل ده كده، واستنى على الزيت يسخن شويه مع الزبده. حلو الكلام. لازم الخطوات اللي انا شغال بيها ده كده عشان انا عايز مكان تحمير الكفته ده. خلي بالك في تركايه هنا وفي خبره طهويه هنا في تفاصيل الحلقه الاكله دي. ايه هو الطاسه اللي بحمر فيها الكفته دي؟ انا عايزها فكرة عمل البيكاتا بالظبط. مكان تحمير الدجاج بنستخدمها في عمل صوص البيكاتا. وامسك الكفته بالشكل ده كده، التغليفه دي كده باخدها بين ايديا كده وارصها هنا كده وانا شغال. تاني. حلوه. بعفرها يعني. حلو الكلام. زي ما هي كده بعيد عن الزيت وبعيد عن الزبد. رصه حلوه كده. حلوه. تاني، ايه مكونات الكفته اللي بين ايديك دي يا عم الشيف؟ لحم مفروم، ضاني او كندوز حسب الرغبه، جملي زي ما تحب. طريقه عمل الكيكه علشان تيتا، كوبين من الدقيق. حلو. اربع بيضات طلعهم من التلاجة مسبقا. شفت انا بقلب الكفته كده؟ نقلب البيكنج باودر مع الدقيق ونخليه على جنب. حلو. ناخد البيض نخفوه مع كوبايه من السكر وواحد كوب من الحليب ونص كوب من الزيت. نخفي البيض جيدا بسكر وزيت ونحط شويه فانيليا علشان الزفاره يا تيتا. وبعد كده ناخد المواد السائلة اللي هي البيض والسكر والزيت والحليب، نقلب عليهم الدقيق المخلوط بالبيكنج باودر. الله على شكل الكنافة. يكون عندنا درجة حرارة الفرن 180. جاهز. بنحط مقادير الكيكة في قلب الفرن وندخلها لمدة 30 دقيقة أو 40 دقيقة حسب حجم الصينية أو القالب بتاع الكيك. بنسيب الكفتة تتحمر بالشكل ده كده، مفيش مشكلة لما نغطيها. انا حابب اغطيها. حلو قوي. وتعالوا شوفوا مع بعض هنعمل صلصه الطحينه ازاي بتاعه الكفته. معانا طحينه، معانا هريسه حلوه، معانا بصلايه ناعمه. هعمل صلصه الطحينه تاكلي صوابعك وراها. حلو الكلام. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. مكان تحمير الكفته، خلصنا الكفته وخدت الصدمه الناريه زي الفل. باخدها واحطها في الكسرله دي يا عم الشيف. ايه الاخبار؟ تمام زي ما هي كده اهي. اشيلها بالراحه خالص. خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ ده اللي انا عايزه. احطها هنا بالشكل ده كده. برصها في طبق التقديم، انا هقدمها في الكسرولة دي كده. كفتة مشوية بالطحينة هتعجب ولادك وهتعجب جوزك. مش كل يوم كفتة مشوية على الفحم، مش كل يوم كفتة مشوية في الصينية. مكان تحمير الكفتة بنزل بثلاث حاجات دلوقتي وانا شغال واحدة واحدة. شكلها بيجنن، طعمها جنان. فكت يا عم شفيق؟ لا، وعلى عينك يا تاجر. مكان تحميرها بنزل ببصلايه ناعمه. ركز بقى في التركايه دي مهمه جدا على فكره.
واستنى على البصلة دي تاخد لون. وانا شغال. اقلب. حلو قوي. شغال. وانا بقلب يا عم الشيف، فاكرين الدقيق اللي انا كنت بستخدمه من شوية؟ باخد كده بالمعلقة بتاعتي شوية. هو ده، هي دي التركاية. وقلب. والم البصلايه بتاعتي كده والفها بمعلقه الدقيق. وانزل بالهريسه الحلوه. اللهم صل على النبي. وقلب. بهاراتك مظبوطه زي الفل، انت حاطه قبل كده. ومعايا ميه بتغلى على النار، ممكن يكون بوكيه جرنيه، ميه بتغلي. اللهم صل على النبي. يلا كمان كمان. لو ورانا حاجه. زي الفل. عايز احط صلصه الطحينه على الكفته تبان، واقلب دول كده مع بعض زي الفل. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك تاكل حاجه حلوه. وانزل بالطحينه يا عم الشيف. الله. واقلب مش بالمضرب، خليكي كده زي ما انت بتقلبي. معانا دبس الرمان، بننزل بمعلقه، ده اختياري حسب الرغبه. الله الله على قوام الصلصه دي. قوام الصلصه ده ايه السر؟ من معلقه الدقيق اللي انا دورتها مع البصله على النار، والطحينه الطبيعي لما هي بتنزل على نار مغليه بتديني قوام. طبخه الطحينه لما بتنزل على نار مغليه بتديني قوام، ده الطبيعي. الطحينه لما بتتعرض لدرجه حراره او لميه مغليه او لسخونه بتتخن. الله. عصره ليمون. اللهم صل على النبي. عينيه. شفت بقى الخطوات؟ التقليبه دي مهمه جدا. بقدونس مفروم. الاكله دي لما تعمليها زي ما بعملها كده هتدعي لي بكده. التقليبه دي مهمه جدا. زي ما هي كده، شويه ميه مغليين محتاجه. واقلب. هاخد الخليط ده يا عم الشيف وهو بيغلي كده على النار، اعرفه على الكفته. يلا الملح مظبوط، عايز اظبطه. لان زودت ميه، ده الطبيعي. هاخد الخليط ده كله زي ما هو كده. اللهم صل على النبي. وانزل بيع الكفته بتاعتي. يلا كده جيب لي اللحظات الحلوه، اللحظات الجميله. قلب الصغير لا يتحمل. درجة حرارة الفرن عندي 180 يا عم الشيف. ارسم لوحة فنية من لحمة مفرومة ضاني كندوز حسب الرغبة. خبرة طهوية مع طحينة هريسة حلوة، زبدة، زيت زيتون. معلقة دقيق هي السر في القصة. باخد الكفتة دي يا عم الشيف في درجة حرارة فرن 180 وادخلها الفرن. تطلع بالشكل البرونزي واللون البرونزي، تتكلم عن نفسها. اللهم صل على النبي. صلي على الحبيب قلبك يطيب. الفرن اخباره ايه؟ زي الفل، زي ما هي كده. لا ما ينفعش جبنه خالص هنا، زي ما هي كده. يلا نظره الوداع. اللوكيشن، المخرج عايز يشوف الكفته دي مصيرها فين دلوقتي. خدت وقت كبير قوي، ما نبص عليها كده مع بعض. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ يلا انا هطلعها من الفرن دلوقتي لان هضيف لها حاجات وبعدين ندخلها تاني. في شكل ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الطحينه هنا عايشه الانسجام مع لحمه ضاني. زي ما هي كده. لسه ما خلصتهاش، خلي بالك. اي زي ما هي. تعمل ايه يا عم الشيف؟ برزنتيشن بقى، شكل كده حلو. ده الطبيعي. تخش النار تاني دلوقتي. دي طماطم. عندك طماطم شيره صغيره، اهلا وسهلا. ما عندكيش، هتجيب الطماطم بتاعتنا الصغيره الحلوه دي كده، حلوه بتاعتنا دي يعني. اصل انا شايف في اقبال على طماطم شيري، هي نفس الطعم يا اخوانا، بس دي صغيره الاطفال بيحبوها وفيها مزازه وحموضه شويه. شوف اللي انا بعمله ده كده، حلوه، مهم جدا على فكره، الشكل الجمالي مطلوب. زي ما هي كده. هدخلها الفرن تاني. زي ما هي، دخلها الفرن تاني.
في نفس المكان. سخنة، خلي بالك. أيه. حاضر. أيه. حلو قوي، تمام. خلينا ناخد بعضينا دلوقتي نشوف مقادير الحلو على الشاشة. الله الله على الكفتة. شيلها كده وبنعجنهم ميه دافية. حلو الكلام؟ سر الفطير في التخميرة بتاعته. تستعملي السمنة البلدي الحلوة، لأن كل ما كانت السمنة حلوة كل الفطير بتاعك ما بقى طعمه مميز. عشان كده الفطير بتاع الصعيد الجميل والريف المصري ملوش مثيل. شفت الكفتة بتاعتنا الجميلة؟ لطيفة وجميلة ازاي؟ شكل مختلف وبرزنتيشن مختلف وطعم مختلف. جربيها يا مميز. زيك. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا اختي. انا اللي كلمتك يوم حلقه الكسكسي امبارح، اتفرجت عليها. كانت اعاده. كانت اعاده امبارح، اتفرجت عليها، كانت جميله جدا. امرينا يا مميز. اي خدمه. حلو والله العظيم يا شيخ. اهم حاجه تكون بنستفيد بس من الرغي اللي برغيته النهارده. جميله جدا. الله يبارك لك. بيقول لي الشيف المغازي بيتكلم كتير، بتكلم على صح ولا على غلط؟ انت الوصفات بتاعتك مع شرح الوصفات بتاعتك جميل جدا. الله يبارك لك يا ست الكل. والله. انا عايز اقول حاجة. انا على فكرة بقى اتفرج عليك من زمان والله، انا على طول هكلمك بقى. الله يبارك لك. مرة بقى وان شاء الله على طول بقى هكلمك. تحت امرك، يعني لنا الشرف يا ست الكل والله. الله يخليك، منور والله العظيم البرنامج. امريني يا ام مي، تحت امرك. الله يخليك، انا بس كنت عايز اسال بس يا شيف على الشاورما السوري. حاضر، عينيا. نعمل الشاورما السوري. نوجه تحيه كبيره لاخواننا السوريين. اشكرك يا مومي. بقصه ان انا بتكلم، انا مش عايزك تملي، لان معانا عفريت في ايدينا اللي هو الريموت كنترول. اي بيت وفيه التلفزيون له ريموت كنترول، هتلاقيه تحت المخده، هتلاقيه في الاوضه الثانيه. انا عايزك لما تيجي الساعه 1 بالظبط سنطر التلفزيون وتتلم العيله كلها والريموت ده يروح في اخر اوضه من الشقه. نفتكره بعد الساعه 1، يعني الساعه 2. تغير المحطه ما تغيرهاش، دي بتاعتك انت بقى. بس الشيب المغازي له الاحترام والتقدير، نسمع كل معلومه بيقولها. لان انا في كل الوقت بتاع البرنامج 50 دقيقه 55 دقيقه مشفيين ما بسكتش بتكلم. يعني العود الروزماري اللي حطيته على وشه بالتاكيد هنا الموضوع مختلف، بقت جنينه. شفت الصوره على الشاشه ازاي؟ لو مفيش طماطم ومفيش روزماري هيبقى الشكل مختلف.